انا ما خبرش ايه اخرة العند ده. تعبين ايه وعقارب اللي بتربيها؟ عجبك اللي حصل ده؟ طه المرة دي واتسطرت، حد عارف المرة الجاية هيحصل ايه؟ ان شاء الله ما فيش مرة جاية ولا حاجة. طول ما هنكمل في المشوار ده هيبقى فيه مرتامنا وتاسعة وعشرة كمان. هو انت فاكرني برب العقارب دي يا بابا العب بيها؟ ده شغل، وشغل مهم قوي بكسب فيه ذهب. حد قال لك انك تساعدينا في المصاريف؟ ولا كنا ملاقيينش نصرف عليكي؟ وانت فاكرني بشتغل الشغلانه دي عشان أأمن اكلي وشربي؟ خابر، تشتغلي عشان تحققي نفسك وتثبتي ذاتك وكل الكلام الفاضي اللي احنا حفظناه ده. شوفي حاجه عدله، حاجه تناسبك. افتكر ان انت اللي بعتني عن شغلك زمان، دلوقتي بقى انا لقيت الشغلانه اللي لقيت فيها نفسي. وبتحققي نفسك في العقارب والتعابين يا عايده. سيبك من الشغلانه دي لحد تاني. ليه؟ شغلانه تانيه ليه يا بابا؟ عشان بنت مش كده؟ ايوه عايده، عشان بنت. والشغلانه دي ما ركباش على البنت ده. ايه؟ فاكر اني ما هعرفش ارد عليكي كاني ولا ايه؟ عايده ما تقصدش، هي عارفه انك خايف عليها عشان هي بنوته وست البنات كمان. هي ما تقصدش انها تقلل كلامك لا سمح الله، وان شاء الله بعد ما عايده تخف هنقعد مع بعض ونلاقي حل يرضينا كلنا، مش كده عايده؟ احنا محتاجين نرتاح كلنا، نرتاح والصباح رباح. خلاص يا ابويا، ياسين خد مراتك وارتاحوا فوق في شقتكم. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. يلا يا عايده. في ايه انت؟ ما عجبكش كلامي كمان ولا ايه انت؟ لا عشت ولا هكون يا ابويا، بس دي عايده خدها بالراحه شويه، انت عارف انها حساسه في حكايه بنت وولد دي. يعني ايه؟ بتعارض حكمه ربنا؟ كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه، وكل ميسر لما خلق له. وانا اللي هقول لك برضه يا ابويا، دي عايده خدها بشويش. وبعدين هقول لك على حاجه، انا هخليها تعمل كل اللي انت عايزه. خلاص بقى، حب على راسك. خلاص ربنا يبارك فيك يا ولد. تصبح على خير يا ابويا. انت من اهله وانت من اهله. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.